الدولارات دي عايزه تكون عندي النهارده. دي تالت مره تقولها لي، هروح على طول بعد الشغل. بكره الصبح اكون في البنك. التحويل ده لما اوصل لهمش قبل نهايه الاسبوع مش هشحنه المكنه. جرى ايه يا حسين، دي اول مره ولا ايه؟ بعدين انت مالك متعصب قوي كده ليه النهارده؟ معتز يا ستي، مطلع روحي. مالي اسمع بس، عمل ايه تاني؟ بعدين بحكي لك. طيب هشوفك الليله في الفيلا؟ مش عارف، هبقى اكلمك. بالليله؟ قلت لي اسمه متولي ايه؟ بلاش تكتبي الشيك باسم الحاج. مباحث الاموال العامه مركزه معانا اليومين دول. امال اكتب شيك باسم مين يا صلاح؟ حطي اسم اي حد تبع حسين بيه. ميرسي يا صلاح. تؤمريني يا انسه زوزي. خدت الدولارات رحت المكتب اديهم للمحاسب عشان يوديهم البنك. قالوا لي ان حسين اتقتل. طبعا موضوع الدولارات ده ما عرفوش غيرك انت وحسين. يعني لو الراجل اتقتل تبقى خلصت. ملعوبه. قلت لك ما قتلتوش. انا خدت الفلوس بس. بس؟ ايوه الفلوس دي من حقي. حقك؟ انا اللي كنت المفروض ابقى مراته مش هي. وما اتجوزتيش ليه بقى؟ كان عنده اجتماع؟ علشان غاوي رمرمة زيك. انت نزلت القاهرة يوم الحادثة ورحت الفيلا عند والدك، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. حد شافك مش شغالين؟ لا. مع انهم شهدوا ان مفيش حد لا دخل ولا خرج من الفيلا. لما نزلت قابلت المرحوم؟ لا، كان لسه ما وصلش البيت. كان ايه سبب نزولك؟ نزلت عشان اخد المسدس من الخزنة بتاعته. وخدته؟ خدته. ليه؟ كان في خناقة كبيرة بينه وبين صاحب، خفت الموضوع يكبر ويتهور. قلت انزل اخد المسدس لان انا عارف بابا كويس. لما يتهور ممكن يعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ كان ممكن يأذيها. كان ممكن يأذيها. وليه ما قلتش الكلام ده قبل كده؟ بصراحة خفت على سمعة المرحوم. مين اللي كتب اسم سهر عبد المجيد في خانة المستفيد على الشيك؟ أنا بس أصل صلاح. كانت إيه طبيعة عملك في مكتب حسين نصحي؟ مديرة مكتبه. بس؟ أنا عشان كده طلبت التأجيل. عشان نسمع شهادة الأنسة ليلى أو سوزي، الاسم الحركي اللي بينها وبين المرحوم. فيلا المنصورية اللي محدش من الورثة يعرف عنها حاجة. كنت بتروحيها مع حسين بصفتك مديرة مكتبه وبس؟ أيوة. إيه طبيعة الاجتماعات اللي تخلي مديرة مكتب تلبس قمصان نوم مع مديرها؟ ما قتلتوش، قلت لك ما قتلتوش. أدلة الاتهام يا ريس هي نفسها أدلة البراءة. الشغالين شهدوا ان مفيش حد لا دخل ولا خرج من الفيلا، مع ان معتز بن القتيل دخل وخرج ومحدش شاف. الاسوره اللي لقوها جنب سور الفيلا بتؤكد ان في حد دخل او خرج ليلتها وبرضه محدش شافه. للاسف يا ريس النيابه لم تتحرك دقه في دليل اتهامها لسحر عبد المجيد، وبانت ادله اتهامها على شهاده الشهود وانها احد المستفيدين. طب فين باقي المستفيدين؟ مفيش خالص. النيابة استندت في أدلة الثبوت إن المتهمة هي مرتكبة الجريمة، لأن تقرير المعمل الجنائي أثبت إن الفتحة اللي اتعملت في إزاز أوضة المكتب اتعملت من جوه الأوضة مش من بره، وإن مفيش غير المتهمة اللي ممكن تعمل كده علشان هي الوحيدة اللي كانت بايتة في الفيلا وعندها الوقت الكافي لعمل الفتحة. طب لو هي بقى بالذكاء الخارق ده ما تعمل الفتحة من بره الأوضة مش من جوه. وبعدين يا ريس ما هي المباحث فتشت الفيلا وما لقيتش حاجه من اللي كان في الخزنه، يبقى ازاي بقى ما فيش حد لا دخل ولا خرج من الفيلا؟ لكن اللي عمل كده عايز يثبت التهم على صحر، وهو برضو اللي كتب اسمها على الشيك ابو مليون دولار.
ده هو ده بقى الذكاء الخارق. اول امبارح اتقبض على الانسه ليلى الجوهري ومعاها مبلغ مليون دولار، ده بالاضافه لمسدس من نفس النوع اللي اتقتل بيه حسين نصحي وفي كاتم للصوت وكمان نسخه من مفتاح الفيلا. اعتقد بقى يا ريس مع وجود الدافع الفلوس واداه الجريمه المسدس والوسيله اللي هو المفتاح اللي من السهل جدا انها تعمل نسخه منه بحكم انها سوزي، تنتفي ادله اتهام موكلتي سحر عبد المجيد. لذلك التمس من سيادتكم الافراج فورا وبدون ضمانات عن موكلتي. شكرا. حكمت المحكمه حضوريا ببراءه المتهمه سحر عبد المجيد.